ليلة الميلاد ينبت الحب، عشية العيد مزيد من الاحتفالات في المناطق. إنها جماعة رسالة حياة، رسالتها مساعدة العائلات والأشخاص الأكثر فقراً أياً كانت طوائفهم وألوانهم. اختارت أن تعايدهم في مركزها في أنطلياس على طريقتها، احتفال ميلادي وتوزيع هدايا، أغاني ومشاركة من فنانين لتذكير المهمشين أنهم ليسوا لوحدهم وأن هناك سنداً لهم. بلدة القبيات عاشت الميلاد في أجواء فرح بالرغم من وجود أحد أبنائها في الأسر. مسيرات للأطفال برفقة بابا نويل والفرق الكشفية على وقع موسيقى العيد والأغاني الميلادية في شوارع وأحياء البلدة. ولأن من حقهم أن يفرحوا بالرغم من مأساة تشردهم ولجوئهم، قام بابا نويل بزيارة مفاجئة إلى مخيم للاجئين السوريين في دير زنون في البقاع الأوسط، ووزع باسم جمعية سوا للتنمية هداياه على الأطفال. وفي البقاع الغربي اختار شبيبة دير الجوزي بالتعاون مع الآباء القيام بجولة عبر القطار على عدد من بلدات البقاع الغربي، حاملين معهم بعض الهدايا والكثير من الفرح والسرور لأبناء تلك المنطقة.